مين في هون؟ خليكم لسكر الشباك. هاي مين في هون؟ هاي اشتقت لكم. كنت عم بقول لا ما رح اطلع لايف. No, I'm not coming live. I don't have time. I'm like no, I'm going live even if I don't. حتى لو ما عندي وقت رح اكبس لايف وخلص اطلع 10 دقايق. هلا انا ما فهمانه اللي عتلانين هم انا شو عملت كل النهار. هاي كامبل فروم ذا يو كي. اللي عتلانين هم انا شو عملت. انتوا ليه عتلانين هم؟ نازلين يلا يلا مسجات ليل ونهار. والله ما بدك شيء، ذكرتوني بجوزي، انتو شو بدكم؟ كل نهار ريتشارد، بس ما انت ما كان بدك، يا خيي انت شو بدك؟ بدي ولا ما بدي؟ كيفكم يا حلوين؟ سو لايكو ما عم بخليني انستغرام سجل ما عم بخليني انستغرام سجل اللايف ونزله على اليوتيوب، سو حيكون بس هذا اللايف وما رح ينزل بمحل ثاني. I'm using a filter لانه ما بدي يبين الجرح، لانه الجرح بعده مبين عندي، عم بحط كريمات سو ما بدي خوفكم. وحياة الله كانه بحس انه عندي جوزي وعندي انتو الفولورز. ما هو وحياة الله ما كان بدك شيء، بحلف يا عمي شو بدكم؟ اوكي، مثل ما انا كنت مخبرتكم انا الي 10 5 بالضبط. هاي مام هاو ار يو؟ ليكو حماتي اجت على اللايف. Hello my mom. Sorry mom, I speak Arabic on my live. I miss you. ما انتو بتحبي انتو خلص ماكو فايدة مثل ما بيقولوا بتحبوني بخياطة بلا خياطة. اوكي اول شيء هلا ليكو حماتي بدها تقول مها شو عم بتقول شو عملت ما ساويت. هلا بتلاقيني عم بقشركم فانتبهوا الاجانب معنا على الخط. Love you more. سو ليكو ما في اشركم كثير. سو مثل ما بتعرفوا عملت جفوني وعملت رفعت تمي، ما كبرت تمي، رفعت الشفه الفوقانيه. Love you more. سو اللي صار الي 15 سنه او 13 سنه بالضبط بدي اعمل هالعمليه، بس مثل ما بتعرفوا اللي بتشتغل ما فيها هيك يعني تقرر اليوم وبكره تروح تعمل عمليات. وانا من النوع اللي كتير بخاف يعني لازم عمليه وبتلاقوني مثل يعني عن جد مثل مولده شق بطن، بكون عامله غرفه وبقلبها فلتر وعرفته بتضيع يعني ما في. مش سهله انا قصتي اني فوت اعمل عمليه. سو بتلاقوني الاوضه كلها شراشف ومخدات ووايبس عندي بالاوضه على 10 ايام. عم بقول لكم هيك انا هيك. سو مش سهله اني فوت هيك اعمل عمليه واطلع وانه هيك بعد يومين ثلاثه فوت على الشغل، مش هيك. سو عشان هيك ضليتني فقلت لكم انا القصه. بشهر 9 قال لي ريتشارد انه مها كل سنه بتشيليها من هالكالندر بتحطيها على هالكالندر، خلص فوتي اول الشهر اول السنه اعمليها وخلصي بقى. كل سنه بتقولي لي نفس الفيلم، بدك تعملي رفع شفه وبدك تقصي مطصي. هلا ليكو ليش انا هيك؟ مش انه بس ما عندي وقت. ما تنسوا البوتوكس لما بتعملوه بيرفع لكم عينكم، بس انا وصلت لمرحله البوتوكس بطل يمشي. لي 20 سنه بعمل بوتوكس بطل يرفع لي عيني، صارت الجلد اللي هون نازله لتحت على رموشي، مش ظابطه القصه يعني ابدا. بالاخص انا كثير بحب المكياج وكثير بحب احط رموش كل يوم، سو بطل يزبط الرمش على عيني، صرت احط رموش خاصه لارفع اكيد من عندي من بينكي جوت لطلع عيوني. بس اخر شيء ايه والله بدي يرتاح من النق. سو اخر شيء قلت خلص اوكي معك حق خليني روح اعمل اللي عملته. قصيت الجلد الزايد ورفعت هيدي الشفه وهيدي كان. هلا عملت كم شغله صغيره بالجسم ما ضروري تعرفوها لانه ما بدي ارجع افتح الفاتحة علي. سو شغلات بسيطه يعني. سو النتيجه الحمد لله مبسوطه فيها. ثانك يو حبيبي. مبسوطه كثير بالنتيجه اللي اكثر شيء مبسوطه، مع انه انا ما كان هدفي هيدا الشيء، ما كان ابدا هدفي هيدا الشيء. مين ما بيشوفني مثلا امبارح بالايفنت عن جوال او مين ما بيشوفني او ماي جاد مها لحظه 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 شو عامله؟ انت زغراني كثير مها شو عامله؟ انه انا ما كان قصدي اني زغر حالي.
سو لا مش لبوسكشن حبيبي ارتقي، لا وين بعد شو بدي شيل من قدام ما في شيء. سو فهيدي انا بسطتني هيدي القصه مع انه ما كان هدفي، يعني انا صغر حالي انا اوريدي مبينه مفتفتي. سو سو ايه طلعت فريش وهيك يعني حاسه اوكي، يعني فادتني القصه اكثر اني شلت سلامه قلبك حبيبتي. سو طلعت اصغر. سو هذا الحلو شان. لا حبيبتي ما عملت منخاري، هذا الشق تبع الشفه لما بيرفعوا الشفه. سو يا سو اللي بدي احكيكم فيه اللي هو على السريع الترتيبات اللي نحن بحاجه لها لهالشغله. اول شيء اول سؤال انتم كلكم بتسالوني هلا شو بدكم نزل، هلا انا خايفين هذا اللايف ما نزلوا على الصفحه ويلا يلا 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 كل نهار تسالوني عملتي لايف شو حكيتوا شو ما كلكم بدكم تعرفوا الكلمه بالكلمه. انتوا شوفوا لما يكون حدا ما انتبه على الستوريز اللي حطيتهم ويشوف اخر الستوري اخر، ما انت شو حكيتي امبارح شو صار بالضبط، انا وات اي ميست انه عرفتوا ما بتكون ولا هيك شيء يمرق عليكم. سو هلا بفكر بالاخر انا اذا هيدي بنزلها على الصفحه. اوكي بدي جاوب على السريع على القليله على الماجوريتي الاسئله اللي عم تبعتوها. مها بتنصحينا نعمل عمليه؟ لا ما بنصحكم، لا انا بنصحكم ولا غيركم بينصحكم ولا امكم ولا زوجكم. انتو بدكم تشوفوا انتو. هلا انا لو مين ما نصحني مع انه انا بدي اياهم ما كنت عملت، لانه كنت عم بشوف وقتي لالي وانا لما اقتنع فوت اعمل عمليه. سو بليز ما بقى تسالوني بتنصحينا، لانه بقول لكم لا ما بنصحكم. انتو بدكم انتو تكونوا جاهزين، انتو بدكم تكونوا قررتوا ايه هلا انا بحاجه بعرف رح احفظ البات حبيبتي. بدكم تقولوا انتو اول شيء هل الميزانيه بتسمح، لانه هالقصص بتكلف كتير فلوس. شغله تانية هل انا عندي وقت اقعد بالبيت لحد ما شوي صحصح شوي، لانه مش معقول اعمل عمليه وارجع بعد يومين على الشغل. هاي شغله. ثالث شغله هل يا ترى انا عم بعمل عمليه تجميليه او عمليه تصليحيه عمليه ترتيب. ها انا ما كنت عم بعمل عمليه تجميليه لانه انا عيوني نازلين من 20 سنه، انا بحب حالي مثل ما انا، بس انا كنت عم برتب لانه خلص تمي شفتي كانت نازله على الاخر، الحمره ما بقى تزبط، شفوني دائرين بالرمش ما بقى في يحط رموش، الايلاينر بعملها بتنزل نزول لتحت هيك بتعمل. سو انا كنت مضطره اني اعملها، مش انه انا بدي يصير مرفوعه وبدي شد، ما كان هذا القصد. سو مشان هيك كل واحد عنده هدف معين لما بيعمل العمليه. في ناس بيحبوا كل سنه يعملوا عمليه ليجددوا بوجهن، في ناس بيحبوا يتشبهوا بفنانات وسيلبرتي، كمان مش غلط، بس انا عم بقول لكم من جهتي انا ليش عملت العمليه وليش ما بنصح، لانه لازم يكون القرار شخصي، القرار شخصي ولازم تاخذوا بعين الاعتبار كل هذا الشيء. الشغله الثانيه اللي بدكم تاخذوها بالاعتبار اللي هن عائلتكم، يعني اذا انتم متزوجين وعندكم اولاد اول شيء زوجكم يكون على نفس الخط، ثاني شيء الاولاد، يعني انا مش معقول اطلع الصبح واجي بعد الظهر ملفوفه او منفخه عند بنتي. سو انا كيونا حضرتها قبل بشهرين، قلت لها كيونا انا بدي خبرك انه مثل ما بتعرفي نحن الامهات بنكبر بالعمر، سو شوفي كيف هيك عيني صارت نازله، شوفي كيف شفتي نازله، سو انا بدي اعمل هذا الشيء مش تجميل كيونا، انا بدي اعمله، انا كثير انساني واثقه بحالي، سو انا رايحه ارتب هالامور لضلني هيك انا لانه بحب المكياج مثل ما بتعرفي. سو بدي ضل. اول ما خبرتها خبريه كيونا قالت لي لا ما بدي انا عاجبني شكلك وهيك. سو قلت لها معلش بنرجع بنحكي الاسبوع الجاي. رجعت قعدت لكيونا وحكيتها، قلت لها شوفي كيونا انا ما بعمل شيء انه انت تكوني منك مرتاحه اني اعمله، لانه بالنهايه انا بدي ارجع وانت بدي تقعدي تحكي معي، سو مش معقول انا اعمل شيء واجي مورمه وانت منك مبسوطه بهيدا الشيء. سو انا علي حضرك وقول لك انه انا عن جد حابه اعمل هيدا الشيء، فبليز بدي اياكي تكوني انت مرتاحه بهيدا الموضوع، بدي اياكي انت ودادي تو سبورت مي انه تهتموا فيي لما ارجع، بكون ماني قادره شوي احكي يمكن لاني اول مره بعمل هاي العمليه، فبتمنى انكم انتم يعني تهتموا فيي مثل ما انا بهتم فيكم كل يوم. سو قالت له اوكي مامي اذا انت هذا الشيء عن جد بدك اياه وخلص مقرره خلص اعملي العمليه وانا بساعدك. والله لو بتشوفوا قد ايه ساعدتني حرام، قال شو بعد ما ترجع من المدرسه تعمل لي شوربه تقول لي شوي شوي ليش؟ لاني حضرتها. تخيلوا انا فتت هيك مورمي كلياتني مبزبزه. سو اكيد كيونا كانت عن جد ما قبلت لانه انا بنتي كثير شخصيتها قويه،
فانا كتير باخد رايها بهاي الامور، وبحب يكون ريتشارد وكيونا معي على نفس الخط. ما بحب اقول انه انا حره بعمل اللي بدي، لا، حتى لو كانت انا هيدا قرار شخصي وهيدا قراري لإلي، لازم رح احفظه حبيبتي. بحب يكونوا هني معي وهني مقتنعين معي، وانه هني رح يساعدوني، لانه هيدا الشيء كتير بيساعد عليكم لما ترجعوا من العمليه وتكونوا عارفين انه هن يعني محضرين نفسيا ورح يساعدوكم. ما تحسون خايفين، بالاخص الاولاد كتير كتير مهم بهذا الموضوع. هيدا تاني شيء بالموضوع. ثالث شيء واللي هو اهم واحد، الدكتور اللي انتم رح تختاروه رح يجاوبكم على كل اسئلتكم. لا، ما بقولكم اسم الدكتور مثل ما بتعرفوا. حتى امبارح بعتذر كتير من الاشخاص اللي كلهم اللي سالوني مين دكتوري، قلت لهم بعتذر ما فيني اقول، لانه هيدا كمان قرار شخصي، هيدا قرار انتم بتتحملوا مسؤوليته 100%. ليش؟ رح اقولكم ليش. في دكتورز بتشوفون بيقولوا لكم كيف انتم حابين، وبتلاقون بروحوا معكم عرفع لي نزل لي طلع لي بيعملوا لكم. في دكتورز بيبقوا طريقتهم اكثر. انا قبل ما اعمل العمليه انا ما رحت عند دكتور لانه حدا قال لي هذا الدكتور شاطر او شفت الفنانه عامله كذا، لا، انا رحت عملت واجباتي كشخص رايحه تعمل عمليه مثل اي عمليه ثانيه. شفت 4 دكتورز واخترت الدكتور اللي حسيت انا ناسبني. عرفتوا علي؟ انا ناسبني. يمكن انتم دكتوري ما يعجبكم، ما يناسبكم، لانه دكتوري ما بيقبل. كان لا ما رح اعمل. قلت له ارفع لي بعد شوي، قال لي لا هيك بس وخلص، انت ما قلتي جاي تعملي ترتيب، خلص لكن بنعمل ترتيب بس. قلت له اوكي. سو لو سمحتوا ما حدا يسالني مين الدكتور، عملوا انتو الهوم ورك تبعكم، شوفوا كذا دكتور وشوفوا مين اللي بيناسبكم لكم. حضروا عائلتكم وحضروا حالكم نفسيا وحضروا الشغل اللي انتو فيه، اذا انتو موظفين او اذا انتو اصحاب شرك بدكم تتاكدوا الموظفين عندهم البلان تبعكم. لانه انا كنت ناوي اقعد 3 ايام بالبيت، طلعت قاعده اسبوع بالبيت، لانه ما بدي اجي انا عيوني عم بيدمعوا عم بيكروا دموع، انا طلعت بوجهي حساس مش مثل غير ناس. بينما اذا انتم حابين تاخذوا نصيحه شخصيه من حدا، انا بقول لكم روحوا عن جوال، مش لانه صاحبتي وصديقتي، لانه جوال على طول بتعمل مقابلات مع الدكتور تبعولها، وعلى طول بتعمل لايف مع الدكتور، فهمني بتسالوها بتجاوب من خلال الدكتور، مش من خلال بس هي شخصية يعني personal experience. مثل ما بتعرفوا جوال عاملة كمان عمليات تجميل، وعطول بتخبركم بالنصيحة اللي هي صايرت معها، بس هي عطول بتعمل مقابلات مع الدكتورز. يعني جوال عندها الخبرة الكافية انها تجاوبكم وتجاوب. فأنا بليز ما تحطوني بهيدي المسؤولية، مين عمل لك وبتوجع وبتطلع. طب ما في ناس كتير عملوها قالوا لي تاني يوم راحوا على الشغل، أنا ما قدرت. سو مشان هيك بقولكم ما تاخذوا انه الناس شو بتقول بس، خذوا من الدكتورز شو بيقولوا، اسمعوا شو الدكتورز بيقولوا، روحوا قابلوا اكثر من دكتور، وبعدين اختاروا الجات وات تولد يو مع مين تعملوا. هلا خبرتكم 3 شغلات كتير مهمه قبل ما تعملوا اي عمليه. جربوا تعملوا كذا شغله قبل ما تروحوا على عمليه كمان. مثل ما قلت لكم انا ضليتني اعمل بوتوكس على 20 سنه، قلت اوكي بيزبط، بس اخر فترة اعمل البوتوكس ما يأثر معي ابدا، يشل التجاعيد بس عيوني ينزلوا. سو حبيت انا بالنسبة لي حبيت النتيجة. اكيد بعدني مورمة، قال لي الدكتور امبارح شفته قبل ما اروح على الايفنت، قال لي وجهك بعده مورم، عيونك بعدهم مش 100%، بس اكيد صرتوا بتشوفوا جفن. اذا بدكم روحوا شوفوا اللايفات تبعولي قبل، هيدا الجفن ما كان يبين عندي. انا ما عملت رفع عيون، انا بس شلت الجفن الزايد. عرفتوا علي؟ عملت رفع، مش رفع، شلت من الجفون ورفعت اول شفه بس شوي، لانه كانت المسافه بين منخاري والشفه كتير كبيره. سو مثل ما قلت لكم يا حلوين، انا ما قصت انه عملتها لانه كنت حلوه قبل وهلا صرت احلى، هلا احلى وقبل احلى، مثل ما كلكم اوقات عم تكتبوا لي الجلد الزائد. هاي هي، انا ما عملتها لانه انا بدي ضلني احط مكياج وانبسط بمكياجي، وهي هي كل القصة. سو مثل ما قلت لكم انتو عن جد ما يمكن ما بقدر رد على كل الاسئلة والله، هي يعني الالوف المسجات عن الموضوع. بليز خدوا وقتكم، ما don't rush things، خدوا وقتكم قد ما فيكم. كل ما اخدتوا وقتكم ورحتوا شفتوا دكتور واخترتوا الدكتور الصح، رح تطلع النتيجة احلى. لانه انا سريع ما بحب، بتعرفوا كتير
كتير كتير أخذت وقت سنين تاخد. أنا هيدا وقتي. توجعتي؟ ما بتتوجعي لأنه أنت مبنجة حبيبتي، ما بتتوجعي، لا ما في وجع. وهيك يعني مثل ما قلت لكم انبسطت انه الناس عم بيقولوا لي هي مبيني فريش ومبيني صغراني، يا انه طلعت 2 in 1 انه عملت العمليه اللي بدي اياها ومبيني فريش. لانه مثل ما بتعرفوا نحن من بعد ال40 مش اي شغله بتعملنا فريش، اوكي؟ اكل الصحي والنوم وسكين كير، مثل ما بتعرفوا انا كثير بهم بهتم ببشرتي، بس كل هول اوقات ما بيكفوا بعد ال40. يعني مثلا انا بقول هلا 44 على 50 إذا الله عطاني عمر، بعمل بعد شيء كم شغلة هيك ترتيبات على 50، لأنه أنا بحب ضلني رتب حالي. مش إذا الإنسان بده، قلت لكم أنا ما عملت العمليات بال20، أنا فوق 44 يعني، وهي أول مرة بعمل أي شيء يعني بهيدي الأمور. سو هاي هي. هلا بحسكم كلياتكم هون، شو بدكم نزلوا على الصفحة؟ ولا بتحسوا هيك ينبعث لي 100 مسج؟ لا ما عملتها بلبنان، عملتها هون بالامارات. لا حبيبتي ما بعرف. سو خبروني انتو كيفكن. ما بقدر خبركن الشغل، انا هون جيت بكير بكير اليوم، كل يوم الحمد لله يعني على كل شيء، بس ما عم بقدر اتنفس. هلأ هيدا الاسبوع كله ابدا ما قدرت صورلكن اي وصفة. الحمد لله في كتير شغل، عندي سفرات بعد هيك 10 أيام، سفر شغل يعني. سو مش سهلة القصة اني اقدر لحق بين كذا بزنس وهوني على الانستغرام. تسلموا. شو بعد في تفاصيل؟ قلت لكم كل التفاصيل. تشتاق لكم العافية حبيبتي. المشكلة ما في نزل هيدا الفيديو بقى على اليوتيوب، انستغرام بطل يخليني سجل اللايف ونزله. عرفتوا علي؟ اسم الليبستيك خليكي لحظة، روج فلفت انك. شو اسمه هيدا؟ هيدا من برجوا. شو شالولك عضلي يعني؟ لا تخدير بتنامي يعني، ما بعرف شو اسمه هيدا اللي بتنامي، تخدير نوم بتنامي يعني وبيعملوا العملية. لا كامل كامل. شو موضعي؟ أنا لما بروح قلت لكم لما رحت بدي أعمل ليزر سألتها، قلت لها بتعملي لي بنج كامل لتعملي ليزر؟ أنا بموت رعبة صدقوني. حتى تنظيف الأسنان كل 3 أشهر لما بروح بقول لهم بتحطوا لي الموسيقى اللي بدي إياها، باخذ شمعة بضوي الشمعة حدي، موسيقى اليوغا ما في. انا كتير بخاف. ايه بتنام وبتنام. وجع بعد العملية؟ لا. يا سو هاي هي. شو بعد عندكم اسئلة؟ سألوا هلأ خلصون. يلا الجرح. ايه بدي اذكركم بشغلة، اذا انتو سمر مثلي مش مثل البيض بتعملوا الجرح وبعد 5 أيام بيروح، نحنا سمر. يعني أنا لما بتطلع لي حبة بتضل معلمي 6 شهور مع كريمات. نحنا السمر كل شي بيعلم علينا، انتبهوا. It cost a lot حبيبتي. حسب الأكيد مش عم بحكي أقل من 40,000 درهم أو 50,000 حتى فوق، وكمان حسب الدكتور حسب البلد. بس أنا بهالشغلات ما بستخسر يعني، ما بروح بقول بدي روح عند أرخص شيء. سو يا هذا اللي عم بقولكم اياه، انتبهوا كتير منيح، ما تروحوا لأنه حدا أرخص ب5,000 درهم. ما فيكن تشوفوني بلا فلتر هلا إلا ليروح الجرح، بس يروح الجرح أكيد. جلسات الليزر حبيبتي عملت جلسة واحدة بس، بعدني ما رحت على الجلسات الباقية. سو يلا اوكي هلا بشوف اذا بنزل على الصفحه. تسلمي حبيبتي تسلمي. سو يا سو خبرتكم كل شيء بدي خبركم اياه. هاي اول مره واخر مره بحكي
الله يسعدكم. ما بدي احكي عمليات تجميل هون، في 100 اكونت بيحكي عن هالمواضيع، بس انا حبيت احكي لكم لانه حضلكم. فها على السريع خبرتكم وخلص، هيدا كل شيء بدي اخبر لكم اياه عن هالموضوع. سو بحبكم كثير، شكرا كثير. رح نزلوا على الصفحه لانه بعرف هلا كثير ناس يمكن they missed the live ورح يسالوا. رح تنزلي كيف كنت بعد العمليه؟ ها شو يعني رح تنزلي كيف كنتي بعد العمليه؟ لا ليش بدي نزل؟ شو بدي نزل؟ بليز حكي شوي عن بولندا. اظن انا عامله فيديو على اليوتيوب قبل لما كنت عايشه ببولند، كتبت حكيت شوي بالفيديو كنت كيف كنت عايشه 3 سنين وشو عملت وهيك. سو يا بركي برجع بحكي قريبا عن هالموضوع. سو ما اللي ما مصدقة اني اعمله، اعمل فيشل قريبا، لانه مثل ما بتعرفوا بعد العمليات بدكم تنطروا شوي، مش دغري تروحوا تعملوا تنظيف وهيك. سو اللي هلا فترة عن جد حبيتوا الحواجب هولي، رسمتهم بالقلم ومشطتهم شوي. سو منيح اللي عم تحبوا الحواجب، لانه انا والحواجب قصة طويلة. لما كمشوني بلبنان من 11 سنة وعملوا لي تاتو اول مره، يا الله شو صار فيي، متت الي 11 سنه بجرب رتبهم. سو يلا حبيباتي بحبكم كثير، رح نزل على الصفحه. عملتي شو دبل تشين؟ لا ليش عندي ما عملت؟ لا حتى رقبتي، قلت له الدكتور فيك تشدلي؟ قال لي لا ما بشدلك ولا شيء، حطي خيار تاني عليهم. قلت له اوكي ما قبل. سو هيدي ممكن على 50 اعملها، ما في دبل تشين. وين شايفين اللي دبل تشين؟ ما في. يلا ما تضلكم معقدين، راح عليكي. يلا راح نزل على الصفحه، ما تبلشوا. يلا يسعد لي قلبكم. حيطلب تفرطوني ضحك. طيب يا حلوين، انا ماني مصدقه اصلا شغلتين، اعمل فيش اعمل فيشل وروح على الجيم. عاملي من زمان حبيبتي من خاري، مش هلا. ايه لا ما في ما عاملي شيء، خبرتكم بكل شيء. بعد بدكم شيء؟ ما في، هول هني حتشخشبوني. ما في، قلت لكم كل شيء. يلا بدكم شيء يا حلوين؟ انا رايحه هلا عندي اجتماع 3. I love you so much. يلا love you and بحكيكم قريبا. ايه والله فينا نشوف بروفايلك. شو يعني اي بروفايل؟ ايه رقص. شو انت جيتي؟ خلصنا سلمى، يعطيك العافية حبيبتي. لا حنزل على الصفحة الفيديو. يلا هلا ما بعرف كان عم يتمسخر بحس الدكتور، لانه قلت له بدي شد. رح نزله على الصفحه، دائما بعمل لايف. اوكي حبيباتي رح نزل على الصفحه. I love you. الله معكم. يلا باي.